تعرف ليش طلعتكم اليوم؟ القوت القوت سامعين؟ بعد شهر في انتخابات بهاي المدينة المقدسة. كيف نحتل المدينة؟ كيف بدنا نسترجعها؟ اه كيف؟ تفضل انت وهو وهو ادوني اقتراحاتكم، تفضلوا. تفجير البساط. تفجير البساط هاي الشغلة بتقتل الصهاينة. جربنا هاي الشغلة عصبوا علينا أكثر. انتفاضة ثالثة. انتفاضة ثالثة هذا المطلوب. سكاكين؟ سكاكين بتقول لي؟ ضحكتني. بتعرفوا شو معنى كلمة جاهل؟ هذا هو الجاهل اللي بيعمل إشي وبعيد كمان دور عليه نفس المرة. هذه كلمة جاهل أهبل. ليش ما بتسمعوا نتنياهو؟ هل؟ آه نتنياهو هذا اليهودي الملعون. تذكروا شو حكى بالانتخابات؟ قال إنه العرب بيرمحوا للصناديق، روحوا على بيت حنينة، روحوا على إسيسيا، روحوا على جبل المكبر، اقنعوا كل واحد واحد يروح ينتخب. رايحين ننصرهم بأسلحتهم اللي هي أسلحتهم هي الديمقراطية. هيك احنا بنقدر نقضي عليهم. فاهمين ايش انا بحكي؟ روحوا اقنعوا واحد واحد هلا يروحوا ينتخبوا. كل عربي عنده حق التصويت، لازم يروح ينتخب. احنا الأغلبية اليوم. تفضلوا كلكم روحوا على شغلكم، تفضلوا. الحمد لله الأقصى بيدنا، الأقصى بيدنا.